حاليا سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات بسبب تدني أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وأرجعت المعارضة خلال اجتماع في مجلس اللوردات البريطاني الاعتقالات التي شهدتها البحرين مؤخرا إلى ما وصفوه بحالة الغليان السياسي الذي تعيشه البلاد. وأشار المعارضون إلى أن جهودا تجري حاليا بالتنسيق مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بغرض صياغة وثيقة تهدف إلى فرض عقوبات على البحرين على خلفية سجل حقوق الإنسان فيها. محمد طه حضر الاجتماع في مجلس اللوردات وأعد التقرير التالي. صور تقول المعارضة في البحرين إنها صور نادرة لمظاهرات تقمعها السلطات. هذه الصور عرضت في إطار اجتماع للمعارضة في مجلس اللوردات البريطاني بدعوة من أحد أعضائه. إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وإطلاق الحريات بلا تمييز وإعادة النظر في قوانين الجنسية في البحرين هي أهم مطالب المعارضة التي تتطلع إلى غد أفضل لأبنائها، وتتطلع نساؤها إلى الحصول على المزيد من الحقوق. اللورد إيفبري الذي دعا إلى الاجتماع لم ينتقد في كلماته السلطات البحرينية فقط بسبب ما وصفه بانتهاكات لحقوق الإنسان، بل إنه انتقد السلطات البريطانية نفسها لما تقدمه من مساعدات للبحرين تحملها على الاستمرار في سياساتها. أنا أعترض بشدة على ما فعلته وزارة الخارجية وعلى الأخص قنصلياتنا في البحرين، فقد منعوا أشخاصا من القدوم إلى بريطانيا للحديث في هذا الاجتماع. وفي حين لم تسهل بريطانيا إجراءات السفر بعض رموز المعارضة في البحرين لحضور الاجتماع، إلا أن من تمكنوا من الحضور يخشون من رد فعل السلطات عندما يعودوا إلى بلادهم. لو تروح البحرين ستجد هناك أقلام معينة دائما تستهدف حسن وشيما بالكلام بأنه مرتبط بالخارج وتحدث بالخارج، وبالتالي حاولوا اعتقالي يعني قبل سنة، ولكن حدثت مشكلة ضد الجماهير والناس، وبالتالي اضطروا أيضا يطلقوا سراحي. ويقول رموز المعارضة في البحرين ومعظمهم من الشيعة إن برغم أن تعدادهم يصل إلى 3/4 سكان البحرين، إلا أن الشيعة لا يشغلون أكثر من 13% فقط من المناصب العليا في البلاد، ويتهمون أسرة آل خليفة الحاكمة بتبني سياسة تهدف إلى تغيير التركيب الديمغرافي لسكان البحرين في صالح السنة، وبأنها تمارس ضدهم قمعا أدى إلى فرار عشرات الآلاف منهم إلى خارج البلاد خلال السنوات الماضية. الاجتماع الذي ضمته قاعة موسى بمجلس اللوردات حضره ممثلون عن جماعات ضغط أمريكية معنية أيضا بحقوق الإنسان في البحرين. هؤلاء عرضوا جهودهم في سبيل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. عدد من السياسيين الأمريكيين مقتنعون بأن الشيخ حمد الخليفة يتبنى برنامجا للخداع السياسي والديكتاتورية. لقد أمضى رئيس وزرائه أكثر من 30 عاما في منصبه. عدد من أعضاء الكونغرس يبدي اهتماما بما يحدث، ويعد بعضهم مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على البحرين. هذا الحضور الأمريكي بجوار الحضور البريطاني أثار حفيظة غير البحرينيين في الاجتماع. هؤلاء عبروا عن امتعاضهم بشدة من حديث أطراف أمريكية وبريطانية عن حقوق الإنسان، في حين أنهم يرون أن واشنطن ولندن مسؤولتان عن تدني وضع حقوق الإنسان في العالم بصورة عامة. الوقت يمضي سريعا ومسيرة حقوق الإنسان في البحرين تمضي ببطء، بل إن المجتمعين في هذا المكان يؤكدون على أن وضع حقوق الإنسان في البحرين في تراجع مستمر. البعض منهم ينتظرون يوما تطأ فيه بأقدامهم بأمان أرض وطن غابوا عنه لفترة طويلة. محمد طه، BBC، لندن. ينضم إلينا في الاستوديو حسن مشيمع، أمين عام حركة حق في البحرين، وتنضم إلينا من المنامة الصحفية بارعة عالم الدين. أهلا بكم. سأبدأ معك سيد حسن، يعني هل وصلت الأمور في البحرين وضع أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الديمقراطية إلى هذا الحد كي يخرج بالقضية إلى هذا المحفل الأوروبي؟ بالتأكيد، يعني هناك مشكلة تجاوزات لحقوق الإنسان منذ فترة ومن سنين نعاني فيها في شعب البحرين، وحاولنا في مرار كثير أن نفتح يعني قنوات حوار مع النظام لكي تحل تلك المشاكل العالقة وننهى قضية دستورية اللي الآن قاعد تشكل أيضا أزمة جديدة في داخل البلد، بالإضافة إلى مسألة التمييز ومسألة التغيير الديموغرافي بأعداد هائلة لا تستوعب هالبلد لا حجما ولا مالا ولا حاجة. وبالتالي أكيد الأزمة مستمرة، وأيضا تجاوز حقوق الإنسان مستمر،
والنظام يتبع طريقة بس فقط تلميع النظام من الخارج عبر الأجندة الإعلامية، ولكن على أرض الواقع لا يوجد شيء من التفاهم مع الشعب البحرين. الصحفية بارية عالم الدين في المنامة، يعني هذا اتهام واضح من هذه المجموعة في البرلمان أو في أحرى مجلس اللوردات البريطاني والمعارضة في البحرين لتراجع وضع حقوق الإنسان. كيف ترين أنت كمراقبة ما يجري على الأرض في البحرين من ما يسمى باختراقات لحقوق الإنسان؟ نعم، مساء الخير توني. الواقع أنه أنا أراقب الوضع في البحرين منذ فترة طويلة، وأريد أن أسدد في حديثي عن وضع المرأة في البحرين، لأنني كنت بعدة مقابلات مع نساء في البحرين وراقبت الوضع التعليمي أيضا في البحرين. ومن المفيد جدا أعتقد القول كما يعلم الجميع أنه ليس هناك سجناء فكر أو سجناء سياسيين في البحرين. أنا أعلم على سبيل المثال أن المرأة في البحرين تحتل نسبة عالية من التعليم في الجامعات، فتصل النسبة إلى 69.7 على سبيل المثال في جامعة الخليج، وهي تشغل أيضا مواقع عديدة في سوق العمل، هي دبلوماسية وقاضية وسائقة تاكسي إلى آخره. وأعتقد أن قانون الأسرة الذي صدر في البحرين منذ بضعة أيام مفيد جدا للمرأة البحرينية. أنا لا أجد في البحرين عندما أأتي بالفعل أجواء عدم ديمقراطية، بل بالعكس أجد أن الديمقراطية في تقدم في البحرين. وربما من المفيد دوما أن نركز على الأشياء الإيجابية أكثر من الأشياء السلبية. وربما البحرين، وكما قال الأخ حسن، هي بلد صغير، وقد رأيت وحضرت اجتماعات مع اللورد إيزبري منذ سنوات عديدة. وأجد أن العديد من هؤلاء الأخوة المعارضين أتوا إلى البحرين، وهم اليوم وزير وآخر رئيس تحرير صحيفة. أنا لا أجد بالفعل طيب. أن الأجواء البحرينية ملبدة. سأعود إليك بارعة في سياق هذا النقاش. سيد حسن، يعني وضع المرأة كما تقول بارعة وهي مراقبة صحفية يتحسن بعض الشيء، يعني ما هي المطالب الأخرى على الأرض التي تريدون أن تروا تحسن لها ولو تحسن تدريجي؟ اولا يعني دعني اعلق بشكل سريع جدا. تفضل. في مساله المراه، احنا خلصنا ضد حقوق المراه، واعتقد اذا تحدث عن مساله المراه وتقدم المراه وتقدم حتى الرجل في البحرين، فهذا دليل على شعب البحرين شعب طيب اولا، وشعب محب للدراسه، وبالتالي هو تقدم. تقدم لا يدل على ان البلد هي بلد جيده او بلد ديمقراطيه. ثانيا اعتقد ان النظام يتبع هذه الطريقه، بمعنى انه يريد ان يلمع نفسه، ولذلك حاول ان يتلاعب من خلال انه انا وضعت المرأة وزيرة، وضعت المرأة قاضية. حتى يعني المسألة أنت تحكم على البلد من خلال الحقوق العامة لكل الإنسان، امرأة أو رجل، ما تحكم أنه بمجرد حالة معينة تتعلق بالمرأة متقدمة ومتطورة في البحرين منذ سنين. الآن نحن نتكلم أولا عن قضية الدستورية. الدستور معروف في كل العالم بأن من يضع الدستور ويكتب الدستور هو الشعب، هو الذي يملك صلاحيات التغيير أو التعديل أو الإضافة، وليس الحكم وليس النظام. هذا واحد، وهذا غير معمول في البحرين. الدستور في البحرين عدل وغير عن طريق وزراء بشكل سري وفرض على شعب البحرين. اثنين، مسألة أن الناس سواسية أمام القانون، أمام القضاء وأمام الترقيات وأمام الوزارة، وهذا حتما في البحرين موجود أرقام وإحصائيات تقول أن هناك للأسف الشديد عدم، يعني في أولا الحكم يمارس عمل الطعفنة، ثانيا واضح أن ما في مساواة أمام القانون. دعني أسألك عن الانتخابات لأن الوقت بدأ يداهم. الانتخابات أيضا نفس الشيء، انتخابات يعني تمت على بشكل طائفي، بمعنى أنه خلقت دوائر تعطي الجانب السني أكثر، وخاصة السن الذين يقفون مع النظام في كل الحالات، مو أنه مثلا بحسب الدائرة الواحدة أو بحسب مثلا الأكثرية الموجودة. بل حتى في مسألة الانتخابات، مسألة الوزارات، مسألة التعيين، كل للأسف الشديد تصب في اتجاه طائفي، وللأسف الشديد ما موجود فعلا العنوان المساواة، لا الموجود في الدستور ولا في الأعراف الدولية الموجودة. أشكرك ضيفي في الاستوديو حسن مشيمع، أمين عام حركة حق في البحرين، وأشكر ضيفتي من المنامة الصحفية بارعة عالم الدين، وعذرا لضيق الوقت. قد تختلف شركات كرايسلر، جاكور، ولاند